أبناء الأعزاء، طلاب الصف الثاني ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. أبنائي، درسنا اليوم كتابتي صحيحة 4، صفحة رقم 109، درس همزة القطع. همزة القطع. قبل أن نبدأ يا أحبابي، نراجع سويا على بعض المهارات ومهاراتنا المقطع الساكن. أقرأ بعناية ثم أحدد الكلمات التي تحتوي على المقطع الساكن وأحدده. أصلي في المسجد القريب من بيتنا مع إخوتي. أصلي في المسجد القريب من بيتنا مع إخوتي. الجملة الثانية: يحتفل المسلمون في قدوم شهر رمضان في بقاع الأرض. يحتفل المسلمون في بقدوم شهر رمضان في بقاع الأرض. يحسن المسلم إلى الفقراء طاعة لله. يحسن المسلم إلى الفقراء طاعة لله. طبعا يا أحبابي، هذه الجمل فيها كلمات تحتوي على المقطع الساكن. المقطع الساكن يا أحباب هو حرف السكون، والحرف السابق له في جهة اليمين. حرف الساكن والحرف السابق له من جهة اليمين. في الكلمة التالية، كلمة المسجد، هذه الكلمة فيها مقطعين ساكنين، فيها مقطعان ساكنان، المقطع الأول ال والمقطع الثاني مس. الأول ال والثاني مس، أنطقها المسجد، المسجد. الكلمة التالية القريب، ال من بيتنا، بي مع إخوتي، إخ. الجملة الثانية: يحتفل المسلمون شهر الأرض، الأرض. الجملة الأخيرة: يحسن المسلم الفقراء المقطع الساكن يا أحباب، المقطع الساكن، الحرف الساكن والحرف الذي قبله من جهة اليمين، من جهة اليمين. في الكلمات نجد أنهما حرفان، الحرف الأول المتحرك والحرف الثاني الساكن، وهكذا يكون الحرف مع الحرف الذي قبله معا يكونان مقطعا ساكنا، يكونان مقطعا ساكنا. أبنائي، انتقلوا الآن إلى درسنا، انتقلوا الآن يا أحبابي إلى درسنا. أقرأ الجمل الآتية ثم ألاحظ نطق الملون منها. أقرأ الجمل الآتية ثم ألاحظ نطق الملون منها. الجملة الأولى: أنا أحب وطني وأحافظ على مرافقه. أنا أحب وطني وأحافظ على مرافقه. الجملة الثانية: ابتسم، أنت في بلد الخير والعطاء. ابتسم، أنت في بلد الخير والعطاء. الجملة الثالثة: أجتهد في دروسي لأرفع اسم الكويت عاليا. أجتهد في دروسي لأرفع اسم الكويت عاليا. أبنائي، في هذه المجموعة من الجمل، وهذه الجمل أمامنا مجموعة من الكلمات تبدأ بحرف ملون. هذا الحرف نطلق عليه همزة القطع. في الجملة الأولى ألف فوقها همزة،
مفتوحة الكلمة الثانية أحبه أحافظه وهكذا يا أحباب. إذا نظرنا إلى هذه الجملة نجد أن فيها حرفا ألف، حرف ألف مكتوب فوقه همزة، فوقه همزة. ننتقل الآن يا أحباب إلى التدريب والتطبيق حتى نتعرف أكثر على درسنا اليوم. أستمع إلى قراءة زميلي لما يأتي. أهدتني أمي حصالة جميلة، استخدمتها لحفظ القطع النقدية، وبعد 5 شهور استخرجت النقود وتبرعت بها للفقراء والمحتاجين. أهدتني أمي حصالة جميلة، استخدمتها لحفظ القطع النقدية، وبعد 5 شهور استخرجت النقود وتبرعت بها للفقراء والمحتاجين. لاحظوا يا أحبابي جيدا هذه الكلمات وهذه الجمل وانطقوها معي المرة الثالثة. أهدتني أمي حصالة جميلة، استخدمتها لحفظ القطع النقدية، وبعد 5 شهور استخرجت النقود وتبرعت بها للفقراء والمحتاجين. الآن يا أبطال هذه النجوم لكم. في هذا التدريب يا أبطال نحتاج نحوط في الفقرة الكلمات التي بدأت بهمزة مكتوبة ومنطوقة، همزة مكتوبة ومنطوقة. أهدتني أهدتني نطقنا هذه الهمزة، إذا نحوطها سويا. أمي أمي نطقناها أيضا. حوطها يا أبطال. هل هناك همزات أخرى نطقت؟ أعتقد لا يوجد، لأن هذه الهمزة وهذه فقط هي التي نطقتها، هما اللتان نطقتها. الآن هيا بنا ننتقل إلى تدريب آخر. نكتب الكلمات المبدوءة بهمزة مكتوبة ومنطوقة. عوضنا في المرة السابقة أهتتني وأمي، إذا نكتبهما يا أحبابي في الفراغات الموجودة في كتاب المدرسة. أهدتني أمي، أهدتني أمي. الآن مما سبق نلاحظ أن الهمزة الملونة في الكلمات التي قرأناها تكتب وتنطق، تكتب وتنطق. أنا أحب وطني، حافظ على مرافقه، ابتسم، أنت في بلد الخير والعطاء. ولذلك نسميها همزة القطع لأننا نقف عندها عند النطق. قول أو أنا أحب أحافظ أنت، نقف عندها فتقطع الكلام ونقول هي همزة القط، همزة القط. إذن ألف فوقها همزة تكتب في أول الكلمات وتنطق، ألف فوقها همزة تكتب في أول الكلمات وتنطق، هي همزة القطع، همزة القطع. لها أشكال متعددة بالطبع يا أحباب، ألف فوقها همزة أو تحتها همزة أو فوقها همزة ممدودة. أمينة، أو أمي، إي إسلام، آمنة، آمنة، أمينة، أمي، إسلام، آمنة. نلاحظ يا أحباب أننا ننطقها بشكل هذا الشكل. إذا أردت أن تنطقها ضع قبلها حرف الواو، قبلها حرف الواو، وحاول نطقها هكذا، وأمنة وأمي وإسلام وآمنة.
لن تستطيع أن تمر على الهمزة وتقفز من فوقها، لأنه يصعب إيه أن تقفز يا أحباب. تقول ومن ولا وأمن، وأمي ولا وأمي، وإسلام ولا وإسلام، وآمن ولا وآمن. طبعا نقطع الهواء عندها، إذا هي همزة القطع. إذا الأعزاء الأعزاء إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.